أهلا بحضراتكم مرة تانية. المشكلات اللي بتواجه المياه والمحيطات كتيرة جدا، وللأسف أغلبها بيكون ناتج عن النشاط البشري. وإحنا بنتكلم عن قمة محيط واحد، واللي انطلقت بمبادرة من الرئيس الفرنسي وشهدت حضور رؤساء دول وحكومات كتيرة جدا. تحدث خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي عن المخاطر اللي بتواجه المحيطات والبحار. كان لازم نعرف طبعا أكتر عن هذه المخاطر اللي بتواجه شواطئنا وإيه أثارها كمان المستقبلي. معانا دكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس المعهد القومي لعلوم البحارية. دكتور عمرو، صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، صباح الخير على حضرتكم جميعا وعلى السادة المشاهدين. يا أهلا بسيادتك. عايزين نتعرف مع حضرتك في البداية عن الوضع في البحر الأحمر والبحر المتوسط، وإيه أكتر الملوثات كمان الناتجة عن الأنشطة البشرية. تمام حضرتك. هو حضرتك المؤتمر اللي حضره فخامة الرئيس، وكان حضوره مهم جدا في هذا المؤتمر، كان بناء على دعوة طبعا زي ما حضراتكم عارفين الرئيس ماكرون، لأن هو فرنسا بتترأس الاتحاد الأوروبي في الفترة دي، ولها دور كإدارة كاملة لهذه المنظومة في السياسات بتاعت الاتحاد الأوروبي. كان حضور مصر في هذا المؤتمر في غاية الأهمية. النقط الأساسية اللي احنا المؤتمر اتكلم عليها والتحديات اللي بتواجه البحار والمحيطات، وبخاصة البحر المتوسط والبحر الأحمر، فزي ما فخامة الرئيس اتكلم في نقط، أربع نقط كانوا في غاية الأهمية لهذا المؤتمر. أول نقطة بنتكلم عليها إزاي نحافظ على التنوع البيولوجي والوضع الثروة السمكية والتهديدات والحجم الإنتاج اللي قل في الثروات السمكية اللي موجودة في البحر المتوسط بالذات، ودي نقطة في غاية الأهمية. النقطة الثانية طبعا كانوا بيتكلموا على موضوع التلوث، والتلوث في له شقين، تلوث ناتج نتيجة النقل البحري اللي موجود وحجم الملوثات، لأن النقل البحري بيصرف عمليات الأوير، ودي هنتكلم عليها بالتفصيل، زائد الحاجة الأهم من كده كمان أعمال النفايات بتاعة البلاستيك والإنتاج بتاع البلاستيك اللي بيترمي في البحار، لأن ده صعب إن هو يتحلل، فبيفضل على طول، لأن في كباستي معينة زي ما كان حضرتك بترمي كل يوم حاجة بسيطة، لكن في الآخر بتلاقي إن الكباستي بتاعة المخلفات بتاعة البلاستيك وصلت لحد الخطورة على الكائنات البحرية. النقطة الثالثة والأهم ديت إن هو بيتكلم، كان برضه فخامة الرئيس وضح ليها اللي هو تأثير المناخ، تأثير المناخ وتأثيره السلبي على الدول اللي لم تسبب هذا التأثير. لأن الدول الصناعية زي ما هنتكلم ثلاث دول كبرى جدا صناعية أثرت في تأثير المناخ، الصين وأمريكا ثم الدول الاتحاد الأوروبي. ولكن ده كله أثر بالسلب على الدول اللي هي لم تشارك في هذا التأثير. وإن مصر فخامة الرئيس أوضح إن هي بتقوم بالحفاظ على الوضع البيئي والوضع المناخي بالمنطقة، إن هي بتقوم بجميع الأنشطة اللي هي لا تسبب انبعاث كربوني أو أنشطة كربوني. النهاردة لو جينا بصينا المشروعات القومية اللي اتعملت في مصر بنبدأ نتكلم، عندنا الطاقة المتجددة، حجم المحطات اللي بتنتج من الرياح او الخلايا الشمسيه اللي انتجت كده، بالاضافه ان الانتاج المحطات الجديده كلها بنظام الاعتماد على الغاز، مفيش البترول الاحفوري، بيقل جدا في مصر، حجم الانبعاث طبعا هيقل في مصر، وده اللي فخامه الرئيس. الكلام ده دكتور جه في سياق كلام سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي والموجود في المؤتمر. الرئيس اتكلم عن وضع مصر وطبيعه مصر اللي هي بتطل على بحرين الاحمر والمتوسط، وكمان ان احنا قناه السويس مصدر اساسي من مصادر الاقتصاد المصري او رافد اساسي من روافد الاقتصاد، وقد ايه احنا بيبقى ثقافتنا قائمه على وجود البحار والمحيطات وكمان المسطحات المائية، وبالرغم من ده حطينا قوانين شديدة الصرامة يمكن منظمة للأنشطة الاقتصادية بتتكلم فيها عن الصناعات البلاستيكية، وبنتكلم فيها عن تحجيم التعامل مع بالبلاستيك وإلقاء النفايات في المحيطات والمسطحات المائية. ده نقدر نقول إنه الفترة الجاية نقدر ننفذه بشكل أكثر وضوحا للعالم إزاي، خصوصا إن هذه المشروعات موجودة بالفعل وتم التعامل معها من قبل الدولة المصرية في الفترة اللي فاتت. النقطة حضرتك كم المشروعات الضخمة اللي عملها زي ما حضرتك قلت فخامة الرئيس، وادخلوا كمان في موضوع الهيدروجين الأخضر وإن الطاقة تمشي بالهيدروجين الأخضر،
وان طبعا كان في التزام من شركات البترول ان هي دلوقتي تقلل ان هي تمشي على تعتمد على الوقود اللي هو البترولي او الاحفوري اللي هي في تمشي السفن، لان انت حضرتك لو بصينا للوضع دوت ان حجم السفن اللي بتمر بس في البحر المتوسط حوالي 220 الف سفينه تجاريه بتمر في البحر المتوسط، وبيشيلوا حوالي مليون طن، اكثر من مليون طن، او يعني من 150 او مليون طن في هذا الموضوع. ده بالاضافه خلاف الحجم الناقلات البترول اللي بتنقل كميات رهيبه جدا من البترول. فالاتجاه اللي فخامه الرئيس بيقول ان احنا النهارده كدوله بنقوم بهذه الاعمال، ان احنا مفيش لا نعتمد، بنقلل الاعتماد على الوقود الاحفوري، بنعتمد على الطاقه الشمسيه، بنعتمد على طاقه الرياح، اصلا بنولد، هنخش في موضوع الهيدروجين الاخضر. فكل دوت بيوضح للعالم ان مصر يعني غير لا تسبب، بل ساعات رائده ان هي تكون جايد للدول دي، ان هي بتقود ان احنا نبعد عن استعمال الوقود الاحفوري او البترول. طيب، لان المؤتمر كل ده لو حضرتك بصينا ان احنا عندنا مجموعه مؤتمرات بنعد لها عشان نوصل لأهم مؤتمر عندنا، الوقود اللي هي هتتم في شرم الشيخ إن شاء الله في نوفمبر، اللي هو مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة، وده في غاية الأهمية بالنسبة لمصر. ليه؟ صحيح. لأن مصر هتعرض نموذج لشرم الشيخ كمدينة لا ما فيش أي فيها استعمال للوقود الأحفوري، ده كصورة مصر بتتجه لها قدام العالم، وده بيوضح إزاي مصر أخذت الخطوط دي، لان احنا برضو عندنا مؤتمر في غايه الاهميه برضو استعدادا هيعمله الامم المتحده واليونسكو وهيعملوه في مصر، واللي بينظمه المعهد القومي لعلوم البحار تحت رعايه معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور خالد عبد الغفار، لان ده هنحط السياسات بتاعه افريقيا. كل الدول الافريقيه هتجتمع في مايو القادم في مصر في المؤتمر عشان نحط السياسات للدول الافريقيه اللي هتعرض، هتطلع ب استراتيجيه تعرض في المؤتمر في نوفمبر ان شاء الله من خلال اليونسكو والامم المتحده. طيب، ده عظيم جدا. يمكن القمه دي هي دوره من سلسله قمم بتوعنا بالاقتصاد الازرق. بالظبط، زي ما بنقول دايما لحسن اداره الموارد المائيه، الحفاظ على مياه البحار والمحيطات. بالزبط. كيف يساهم ده يا فندم في تحقيق اهداف التنميه المستدامه؟ هو حضرتك نتكلم ببساطه، يعني هندي مثال بسيط نقطة مهمة جدا، هنتكلم على الثروة السمكية في البحر المتوسط. عندنا حجم المصيد في التونة اللي قل بنسبة 80% عن من 20 سنة فاتوا. فالنهارده عملية الصيد الجائر لمثال التونة ديت والحفاظ على الأسماك، وإن احنا نعمل تنمية مستدامة ونعمل عملية مناطق ساحلية بفر زون حماية المناطق الساحليه، ونعمل مراقبه للسفن البترول اللي بتمر، خصوصا اللي بتمر من خلال قناه السويس والبحر. صحيح. الاحمر، ان هي ما ترميش اي نفايات قبل ما تخش المياه الاقليميه او في داخل حدود المياه الاقليميه المصريه. فدي نظام المراقبه اللي بيقوم بيها والمونيتورنج اللي بتقوم بيها حتى سفن الابحاث عندنا في المعهد القومي لعلوم البحار. فده بيخلينا بنزود الانتاجيه بتاعه الثروه السمكيه في البحار، زي ما فخامه الرئيس بيدور على انتاج الثروه السمكيه في البحيرات الداخليه، وبنمشي بيشتغل عليها السياسه بتاعت الدوله في هذا الكلام. فاحنا لازم نحمي الثروه السمكيه في المياه الاقليميه بتاعتنا، وهو ده اللي المفروض نشتغل عليه الفتره الجايه. الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، شكرا جزيلا لحضرتك.